طيب من تصريحات قال لان مهم جدا بعد اي مباراه مهمه للنادي الاهلي نعرف ونسمع تصريحات المختلفه. طبعا هنروح لتصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ دلوقتي، وهو قال كام حاجه وكم نقطه اشار ليها كانت برضو من النقاط المهمه. هو قال ان الفريق حقق فوز مهم جدا على حساب انبي، واوضح كمان ان الاهلي حصد 3 نقاط يعني اللي هو كان بيطمح ليهم ومهم جدا في مشوار المنافسه على اللقب. طيب اشار كمان الى ان الفريق بياخد سلسله من المباريات، هنا بقى النقطه المضغوطه، وبيتعامل معاها بهدوء شديد من اجل تجاوز هذه الفتره. هي دي بقى النقطه اللي احنا بنتكلم عنها للاسف الشديد كل موسم، كل موسم بنتكلم ونتحدث ونشير الى ان الاهلي للاسف الشديد بيعاني من فترات وماتشات يعني وللاسف وقت مضغوط جدا جدا، ما فيش اي مساحه ان الواحد يعني يشعر براحه شويه، يفصل بين البطولات، يفصل بين الماتشات. نتمنى، خلينا نقول نتمنى ان الموسم القادم ما يكونش فيه هذه المشاكل او تتقرر فيه هذه المشكلات مرة أخرى. خلينا نروح نتابع ونرجع نكمل. يعني الحمد لله طبعا واحده من اللقاءات المهمه بالنسبه لنا سواء بترجع بيها لمباراه الدوري، فكان كويس قوي ان حاله التركيز اللي كان فيها اللعيبه. يعني الدوري واحده من الاهداف الرئيسيه والاساسيه في الاهداف اللي احنا عايزين نحققها السنه دي. عندنا مباراه مع طلائع الجيش يوم الجمعه، وبعدين مباراه مع سيراميكا يوم الاثنين، وبعدين الاستعداد لمباراه الوداد. يعني انا مش عايز اسبق الاحداث خالص، ومش عايز الكلام يبقى فيها كتير قوي مباراه الوداد وافريقيا بشكل عام. يعني مهم جدا ان احنا يبقى في حاله هدوء شديد جدا، بحيث ان انت لما تيجي مباراه الوداد باذن الله وما قبلها يعني يبقى الاستعداد تصاعدي، ما يبقاش فيها من دلوقتي خالص. لان انت في النهايه لو بتتكلم من دلوقتي اعتقد ان الامر هيبقى سابق لاوانه بشكل كبير قوي. سهل النهارده 4 عناصر اساسيه مش موجوده في التشكيل، 4 عناصر دخلوا غيرهم، ما حسيناش بفرق، لكن الفريق النهارده 2-0 وجمله من الاهداف ضاعت كمان. يعني الحمد لله، الحمد لله طبعا يمكن تحضير اللعيبه وتجهيزهم سواء كان على المستوى الفني او المستوى البدني او المستوى الذهني ده مهم جدا. يعني بطوله الدوري هي الاصعب، لان انت بتتكلم على موسم طويل جدا بتعدي بمراحل كتيره قوي، سواء كانت اجهاد او اصابات او حاله فنيه او ضغوط ضغط مباريات. فالمهم جدا جدا الحاجات الاساسيه والمهمه قوي ان انت بقى كل جاهز. يعني كابتن سالم، يمكن الضغط 9 ايام فيهم 3 مباريات، شايف ده هتتعاملوا معاه ازاي؟ خاصه خلاص الحمد لله اول خطوه ام خدناها فضل طلائع الجيش، خلاص 48 ساعه هنلعب طلائع الجيش وبعد كده كمان سيراميكا. توصل الاختيارات دي خاصه طبعا بالجهاز الفني والراجل يعني، لكن الخاص اللي انا اتمنى الناس كلها تاخد بالها منه ان احنا عايزين حاله هدوء شديد جدا في اليومين 3 اللي جايين، في ال5 6 7 ايام اللي جايين لحد ما تنتهي مباراه سيراميكا، ومن بعد مباراه سيراميكا يبقى حاله التركيز تبقى موجوده بحيث انها تبقى تصاعديه يعني. لكن من دلوقتي الناس بتتكلم على مباراه الوداد، طبعا هي نهائي افريقيا، يعني تاريخ عظيم للنادي الاهلي 4 مرات متتاليه عملها الاهلي، يعني عملها مرتين، عملها 2005 كان النهائي مع النجم الساحلي، و2006 مع الصفاقسي، و2008 و2007 مع النجم تاني، وبعدين 2008 مع القطن الكاميروني، والنهارده بتعملها 4 مرات متتاليه برضو، يعني 2020 مع الزمالك، 21 مع كايزر تشيفز، و22 مع الوداد، و23 مع الوداد مره ثانيه. ده بالنسبه لابطال الدوري. الاهلي عملها 6 مرات بس كانت بطولتين مع بعض، 82 و83 و84 و85. 82 و83 كانت دوري الابطال، 84 و85 و86 كانت كاس الكوس بمسماها القديم، 87 رجعنا ثاني للابطال. يعني انت عملت 6 فاينل ورا بعض بس كان داخلين بطولتين ورا بعض يعني. فتاريخ عظيم جدا للنادي ولعيبته والمنظومه ككل يعني. لكن انا بقول ان احنا نهدى خالص، يعني مهم جدا جدا نوصل اللعيبه حاله هدوء شديده جدا، يعني حاله تركيز في الدوري، الاولويات دلوقتي بطوله الدوري واحده من الحاجات المهمه جدا لينا السنه دي عشان نوصل لمباراه طلائع الجيش بشكل هادي جدا ما فيهوش نرفزه، وان شاء الله الرحمن يا رب باذن الله ما يبقاش في اي حاجه خالص للاصابات في المباراتين اللي جايين. بعد مباراه طلائع الجيش وسيراميكا نبدا نتكلم على الوداد ان شاء الله. ده كلامكم على اللعيبه، ودي رسالتك لعيبه، رسالتك بقى لجمهور النادي الاهلي العظيم اللي ما بتخلاش على الفريق في اي لحظه. لا يعني انا مش عايز اقول رسائل، هو عارف دوره كويس قوي يعني. ان شاء الله الرحمن نبقى عند حسن ظنكم ونحقق بطولتين مهمين جدا غاليين جدا، اللي هي بطولة الدوري وبطولة افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا.